قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 أن مصر حققت عدداً من المكاسب على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من استضافة مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ. وأوضحت الوزيرة أن مصر أبرزت دورها الريادي لقارة إفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الإفريقية للتكيف التي أطلقها الرئيس السيسي، وذلك بعد نجاحها في الحصول على دعم مالي تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار، واستضافت وحدة إدارية للمبادرة بالقاهرة وشحذ 100 مليون دولار للدول الأقل نموا. كما أكدت الوزيرة أنه تم للمرة الأولى إدراج بند للخسائر والأضرار في أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة. وأشارت أيضا إلى نجاح مصر في شحذ التمويل لبرنامج نوفي من خلال منظمات التمويل الدولية بمبلغ حوالي 10 مليارات دولار، فضلا عن توقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار، وكذلك تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، مما يساهم في تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة وفتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني.